بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أصدقاء الكرام مع هذا المكعب نخرجه من العلبة. هذا هو المكعب يا كرام، هذا عبارة عن سكوير 2. لاحظ، هذا سكوير 2 هنا يتكون من ثلاثة قطع، بينما هذا يتكون من أربعة قطع. عدد القطع الموجودة هنا 12، مثل العدد الموجود هنا نفسه، تمام؟ طيب، هذا هو الفرق بين الاثنين، أن هنا أربعة وهنا ثلاثة. اللي اخترعه صممه لا يريده هكذا، لا يريده هكذا، يريده هكذا. أثناء ما تخلطه وتريد تحله راح تشوف خدعة بصرية عقلية من الألوان كيفية حله بهذه الطريقة، تمام؟ هذا مطبوع بالطابعة الثلاثية الأبعاد، لا يوجد له استعراض أو حل في اليوتيوب، فهذا حل حصري له. مكعب جميل، نأتي نحرك الجزئية هذه هكذا. هذا كأنه أنت تراه مكعب روبيك الثنائي، لكن هو ليس كذلك، فهو لا يستجيب لقوانين مكعب روبيك الثلاثي، تمام؟ الآن نحركه هكذا. لماذا لا يستجيب؟ ركز، إذا حركته هكذا هذا ما يفر، سبب وجود هذا العائق، فهو ليس مكعب ثنائي، تمام؟ الآن أبقى أخلطه، وإذا خلطته أأتي لحله. إذا أبغى أحله يا أصدقائي، عندي لحله فقط أربع قوانين، أربع قوانين لحل هذا المجسم الجميل. يا أصدقائي، علشان أحله في البداية أجيب ثلاث قطع ملتحمة مع بعضها، كل ثلاث قطع جميع. واضح الصورة الآن؟ كل ثلاث قطع جميع. يا سلام، نأتي نخلطه. يا سلام، وبالشكل هذا خلطنا، والمطلوب اني ارجعه كما كان سابقا. اختار هذه الطويلة، هنا ابيض اخضر، ابغى ابيض اخضر، ليست موجودة هنا، اقلب ابيض اخضر، هذه هي ابيض اخضر. اضع، إذا جبت هذه راح تأتي هنا، بقيت واحدة اثنتان، إذا أضع هذه هنا، واحد أفرها، واحد اثنين. يا سلام، لاحظ الآن أتت هنا، إذا أتت هنا هذه أبغاها تأتي هنا بالخلف، أضعها هنا. يا سلام، هنا أتينا بأول قطعة. الآن أحمر أبيض، هذه القطعة أفصلهم، هذه القطعة أضعها هنا. الآن
أجيبهم. يا سلام، جبنا أول ثلاث قطع. حلو، علشان أحل هذا المجسم عندي أربع قوانين. الآن أبيض أحمر، أبيض أحمر، هنا أبيض أزرق. ركز يا صديقي، ما ينفع أجيب القطعة هذه، خطأ. لازم هذا ألحمه أو لصقه عند هذا، هذا أجيبه هنا، تمام؟ كيف هذا أجيبه هنا؟ ركز، عندي هذا، أنزله تحت، أأمن عليه. في عدة طرق كيف أجيبه، لكن بما أن نحن في البداية أعمل هذه الطريقة الآن. تمام، هنا أزرق أبيض، لازم هذا أزرق أبيض، هذه القطعة، هذه أضعها تحت. الآن أبغى القطعة أزرق أبيض تأتي هنا. يا سلام، هذه هنا، أفرها، أتت. حلو، فعلنا قطعتين. الآن اللي بعده، أمسك الطويلة، أصفر أزرق، أبحث عن أصفر أزرق، هذه القطعة تبقى تأتي هنا، تمام؟ أضع هذه هنا. كل ما أحل يتعقد الأمر، هذه القطعة أصفر أزرق أبقاها تأتي هنا، أضع هذه هنا. لاحظ ماذا عندنا، إذا هذه أبغى أجيبها هنا راح تنفصل، هذه تنفصل، ما العمل؟ إذن هذا أصعده في الأعلى هنا، أصعد هذا في الأعلى هنا، هكذا أرجع القطعة اللي أبيها أجيبها هنا. حلو، الآن عندي أبيض أزرق، هذه أبقاها تأتي أصفر أزرق، أصفر أزرق، هذه القطعة. العملية جميلة وسهلة وممتعة، هذه القطعة أبقاها تأتي هنا، أثر، أين هي؟ أتت هنا، إذن هذه أجيبها هنا، هكذا، لاحظ، أتت صح، وهذا ما اخترب، ما انفصل حاجة منه. الآن أصفر أحمر، ليس هذا، في قطعتين متشابهات، واحدة ثانية، أصفر أحمر، هذه القطعة. أضع هذه هنا اللي عدلته، الآن أجيبه هنا، ثم أصفر أحمر، أجيب هذا هنا، نزله تحت، أأمن عليه. طيب عندي هنا أصفر أحمر، هذا أصفر أحمر، لاحظ لو أفصله عادي، هذه قطعة لحالها وهذه لحالها، ما في مشكلة. الآن يا سلام اندمجت. طيب هنا في مشكلة، لاحظ هذه ما التصقت هنا، هنا في فاصل، فاصل قطعتين، ما العمل؟ العمل في البداية أنزل هذا هنا، أجيبه هنا،
ثم هذا أيضا أضعه تحت، واضح؟ هكذا. هذه الحلول الأولية لأننا في بداية المشوار. الآن هذه القطعة على سبيل المثال، أخضر برتقالي، هذه القطعة، هذه القطعة راح أضعها تحت. لاحظ هذا راح ينفصل، ينفصل، لذلك أخضر برتقالي تحت، أضعها هكذا. الآن هنا ما عندي شيء ينفصل، أخضر برتقالي، هنا أضعه هنا، أخضر برتقالي. الآن أحاول أقربه، هذا هو، يا سلام. في شيء ينفصل؟ هذه لاحظ تنفصل، ما ينفع، لذلك أحافظ عليها، حافظ عليها، هذه مع هذه، أحاول أضعهم هنا هكذا، تمام؟ إذا هذه أرجعها هنا، ما في شيء ينفصل، ما في شيء يخترب، هنا لا يوجد، هذه هنا علشان تأتي هنا، لاحظ، يا سلام أتت. الآن القطعة التي بعدها، أخضر أصفر، أخضر أصفر، هذه القطعة، كيف أجيب هذه هنا؟ أنزل هذه تحت. الآن هذه أضعها هنا، راح تنفصل القطعة هذه، أنا فعلتها، لذلك هذا لونه أخضر أصفر، أخضر أصفر، أثر أنزل القطعتين هكذا. الآن أخضر أصفر هنا، أبغاه تأتي هنا، هنا أضع القطعة هذه في هذا المكان، في شيء ينفصل؟ هذا، هذا راح ينفصل، ما ينفع. إذن ما العمل؟ هذا أتخلص من موقعه، هذا أرفعه ثم أضعه هنا أو هنا. الآن يا سلام، عندي أصفر هذه القطعة، أبقاها تأتي هنا، أثر، هذه القطعة، طيب أصفر أخضر أضعها هنا، هذه هنا، هذه القطعة أضعها هنا، في شيء ينفصل؟ هذا فعلناه، واحد، اثنين، ثلاثة، أثر، ما في شيء ينفصل، يا سلام، وهذه القطعة الرابعة، تمام؟ الآن أبغى أجمعهم مثل هذه، هذه جاي معدل، كيف أتخلص من هذا؟ أصعده في الأعلى، أثره ثم أنزله، طيب حط هذه هنا، أثر هذا ثم هذا أنزله، لاحظ جبنا ثلاث بقيت واحدة، أين القطعة؟
انفصلت ما ينفع. طيب خلينا أضع هذه هنا هكذا، هذه القطعة الآن فريتها، أثر هذا هكذا، ثم أصعد اندمجت بغض النظر عن الألوان. فعلنا 4 قطع بهذا الشكل. الآن نأتي للأربع الأخريات، كلهم 8 قطع. تأتي الآن القوانين. عندي هنا الطويل أزرق برتقالي، أزرق برتقالي. هذه كيف أجيبها هنا؟ ما عاد تنفع الطريقة الأولى اللي أخذناها، خلاص الطابق الأسفل راح علينا. هذه أجيبها هنا كيف؟ عندي يا أصدقائي هذا الشكل مرقم، هذا رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 مرقم، تمام؟ عندي القانون يبدل القطعة اللي على اليمين، قطعتين اللي على اليمين، يبدل القطعة هذه اللي في الخلف مع القطعة اللي على اليمين الأمام، تبديل القطعتين، تمام؟ هذه القطعة أبغاها تجي هنا، إذن أنقلها من هذا إلى هذا الجزء، أقربها. ما هو القانون؟ القانون هو التالي: يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، ثم يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق عكس عقارب الساعة، تحت عكس عقارب الساعة. يا سلام، يمين مرتين ثم فوق عكس عقارب الساعة، يمين مرتين فوق مع عقارب الساعة، يمين مرتين ثم تحت مع عقارب الساعة. الآن لاحظ عندي القطعة هذه كانت هنا أتت هنا، شوف قربتها. كيف أتخلص من هذا؟ عندي القطعة هذه والقطعة هذه، أبقى ألصقهم، هذه ألغيها، كيف أرفعها؟ ذلك باستخدام القانون التالي: مواقع الأرقام، هذا رقم 1 2 3، هذا 12. طيب القانون اللي عندي، أضع هذه هنا، هذه أأمن عليها. القانون اللي عندي هذا راح يذهب إلى موقع 12 بعد تطبيق القانون، هذا موقع 2 هنا التصق، هذا يأتي هنا يلتصق، موقع 2، تمام؟ نطبق القانون: شمال مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، فوق عكس عقارب ماذا؟ الساعة. الآن شمال مرتين ثم فوق عكس عقارب الساعة، يا سلام، شمال مرتين فوق مع عقارب الساعة. الآن شمال مرتين ثم تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين ثم فوق مع عقارب الساعة، شمال مرتين. لاحظ التحمت القطعة اللي هنا، طارت. نأتي للقطعة التي هنا، هذا لون أبيض أزرق، أبيض أزرق. أبقى هذه أجيبها هنا، في البداية أقربهم. عندي هذا أبقى يجي هنا،
ركز، هذا الربع الأول أبقى يجي هنا وهذا هنا باستخدام القانون اللي أخذناه أول مرة. يمين فوق مع عقارب الساعة، مو فوق حبة واحدة، لا فوق كامل مع عقارب الساعة. تمام؟ يمين فوق عكس عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، ثم تحت عكس عقارب الساعة. الآن يمين ثم فوق عكس عقارب الساعة، يمين فوق مع عقارب الساعة. تمام؟ الآن القطعة قربت، أجي للقطعة هذه، كيف هذه أجيبها هنا؟ أبقى هذه القطعة أجيبها هنا، كيف؟ نستخدم الآلية السابقة، أضع هذه هنا، هذا رقم واحد، اثنين، وهذا 12. الـ 12 هذا الموقع راح يروح رقم واحد، هذا واحد. تمام؟ عندي قانون آخر، هذا راح يروح رقم 2 مباشرة، هذا يأتي هنا. ركز، هذا القانون الثاني أو الثالث. عندي يا صديقي الكريم اللي القطعة اللي هنا راح تروح مكان واحد هنا، مختلف عن القانون السابق، والقطعة اللي هنا راح تأتي هنا 12. القطعة اللي هنا مكان 2 هنا، هذا 1 2، هذه تأتي هنا ويلتصق. واضح؟ ما هو القانون؟ شمال مرتين، فوق عكس عقارب الساعة حبة واحدة، شمال مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، فوق مع عقارب الساعة، شمال مرتين، فوق مع عقارب الساعة، تحت مع عقارب ماذا؟ الساعة، ثم شمال مرتين. يا سلام، فعلنا أول قطعة من القطع الأربع، أول قطعة. طيب نأتي لهذه القطعة، بما أنها اندمجت بقيت واحدة، ما ينفع أبدأ بها لأن هنا قطعتين لازم أتخلص منهما، لازم علشان ألصق هذه مع هذه. كيف أتخلص منهم؟ ركز يا صديقي، باستخدام القوانين. عندي هنا هذا، هذه القطعتين أبغى أتخلص منهما، هذه راح تأتي هنا باستخدام القانون السابق نفسه رقم 2، هذا بعد تطبيق القانون يأتي هنا. تمام؟ أبقى هذا يلتصق نفس القانون السابق، شمال فوق عكس عقارب الساعة، شمال تحت عكس عقارب الساعة، ثم شمال فوق عكس عقارب الساعة، شمال فوق مع عقارب الساعة، ثم شمال فوق مع عقارب الساعة، وأيضا تحت مع عقارب الساعة. الآن شمال، لاحظ جات أول قطعة، أبغى أجيب الثانية هنا. العملية سهلة، بعد تطبيق القانون هذا راح يأتي هنا يلتصق نفس القانون، شمال فوق عكس عقارب الساعة، ثم ماذا يا أصدقائي؟ شمال تحت عكس عقارب الساعة، الآن شمال فوق عكس عقارب الساعة، شمال فوق مع عقارب الساعة، الآن شمال
فوق مع عقارب الساعة، ثم تحت مع عقارب الساعة، ثم شمال. يا سلام، لصقت القطعتين. وأتت هذه بالصدفة مع تطبيق القانون. هذه أتت، خليني أتفقد اللي تحت كله عدل. أتت هذه بالصدفة، بقيت آخر قطعتين. طيب الآن نأتي لهذه الطويلة. هذه الطويلة، هذه ما ينفع أبتدئ بها على طول، لازم أقربها، لازم أقربها أو أقربها بعدين. عندي هنا أزرق أصفر، أزرق أصفر، خليني الآن. يا سلام، هذه القطعة وهذه القطعة، هذه راح أثرها فرة كاملة حتى تأتي هنا. عندي قانون يقلب الثنتين، يفر الثنتين، وهو القانون الرابع والأخير. القانون يا أصدقائي قلب الثنتين فقط، هذه تجي هنا وهذه هنا. القانون يمين، عفوا هذا يمين، يمين فوق ثلاث مرات عكس عقارب الساعة. واحد، اثنين، ثلاثة. يا سلام، يمين ثم تحت ثلاث مرات عكس عقارب الساعة. واحد، اثنين، ثلاثة. تمام، يمين تحت مع عقارب الساعة ثلاث مرات. واحد، اثنين، ثلاثة. يمين تحت عكس عقارب الساعة ثلاث مرات. واحد، اثنين، ثلاثة. يمين ثم فوق مع عقارب الساعة مرتين. واحد، اثنين. يمين تحت عكس عقارب الساعة مرتين. واحد، اثنين. الآن يمين فوق عكس عقارب الساعة مرتين. واحد، اثنين، ثم يمين فوق مع عقارب الساعة أربع مرات. واحد، الآن، اثنين، ثلاثة، أربعة. ثم يمين تحت مع عقارب الساعة مرتين. واحد، اثنين. ثم يمين تحت عكس عقارب الساعة مرتين. واحد، اثنين. ثم يمين، الآن فوق عكس عقارب الساعة مرة واحدة، ثم تحت عكس عقارب الساعة أربع مرات. واحد، اثنين، ثلاث، أربع. الآن يمين تحت مع عقارب الساعة ثلاث مرات. واحد، اثنين، ثلاثة. ثم يمين. يا سلام، القطعة هذه مع هذه تبادلت. طيب أبقى هذه ألصقها هنا. هذا القانون الرابع وأخذنا. هذه القطعة راح تنتقل إلى رقم 12 بعد تطبيق القانون، وتلتصق مع هذه. القانون شمال تحت عكس عقارب الساعة فوق عكس عقارب الساعة، شمال فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال. الآن فوق مع عقارب الساعة، تمام، ثم شمال تحت مع عقارب الساعة، شمال فوق مع عقارب الساعة، شمال. التصقت. الآن
هذه أبقى باعدها، أباعدها حبة علشان تأتي الأخرى. الأخرى لونها أزرق برتقالي، أزرق برتقالي، هذه هنا. طيب، الهدف هنا أبقى أنقل القطعة هذه هنا. في البداية راح أخرب هذا. القطعة هذه بعد تطبيق القانون راح تذهب مكان واحد، وهذه مكان اثنين، وهذه مكان 12. خرب هذه في البداية، شمال مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، فوق عكس عقارب الساعة، شمال مرتين، فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال مرتين، فوق مع عقارب الساعة. الآن شمال مرتين، تحت مع عقارب الساعة، شمال مرتين، ثم فوق مع عقارب الساعة، شمال مرتين. يا سلام، فعلت بهذا الشكل. اختربت هذه، صحيح الأزرق اخترب لكن استوى على شكل مربع. الآن خليني أجيب هذا هنا، ايوه هكذا. الآن ما هو الهدف؟ الهدف هذه القطعة أبغاها تأتي هنا، وهذه هنا، تبادل القطعتين، الأصفر عند الأصفر، هذا في برتقالي، هذا برتقالي، هذا راح يأتي هنا، تبادل القطعتين. القانون، يمين فوق عكس عقارب الساعة 3 مرات، 1 2 3. الآن يمين تحت عكس عقارب الساعة 3 مرات، 1 2، ثم ماذا؟ 3. الآن يمين تحت مع عقارب الساعة 3 مرات، 1 2 3، ثم يمين تحت عكس عقارب الساعة 3 مرات، 1 2 3. الآن يمين فوق مع عقارب الساعة مرتين، 1 2، تمام. الآن يمين تحت عكس عقارب الساعة مرتين، 1 2، يمين فوق عكس عقارب الساعة مرتين، 1 2، تمام. الآن يمين فوق مع عقارب الساعة 4 مرات، 1 2 3 4، يمين. الآن تحت مع عقارب الساعة مرتين، 1 2، ثم يمين تحت عكس عقارب الساعة مرتين، 1 2، ثم يمين فوق عكس عقارب الساعة مرة واحدة، وتحت عكس عقارب الساعة 4 مرات، 1 2 3 4، ثم يمين. الآن تحت مع عقارب الساعة 3 مرات، 1 2 3، ثم يمين. يا سلام، القطعة اللي هنا مع اللي هنا تبادل، وبهذا الشكل تم حل القطع الثمان بشكل صحيح. الآن بقي الترتيب، عندي هنا أزرق، هذا أزرق برتقالي، أزرق برتقالي، هذه القطعة هنا، تبادل القطعتين، أستخدم قانون تبادل القطعتين، أو أضعهم تحت لأني توني في البداية، هكذا أسهل، تمام. الآن أبقى أزرق، لا يوجد أزرق، الخدعة هنا. إذا هذا أتى هنا، لاحظ
أصفر هذا أبيض، أصفر هذا أبيض. لازم أقلب، كيف أقلبه؟ أجيب هذا هنا، تمام؟ أقلب هذا ثم أجيب أرجعه. لاحظ انقلب. حلو. الآن اللي هنا برتقالي، هذا برتقالي، برتقالي أصفر. حلو. أبقى قطعة فيها برتقالي، هذه هذه أبقاها تأتي هنا. اللي تحت عندي قطعتين عدلتهم فأحافظ عليهم، هذه أجيبها هنا، طيب هذه راح تأتي هنا. الآن هذه هنا هكذا، أبغى أبادل بين القطعتين، هذه هنا وهذه هنا، تبادل بين القطعتين. استخدم القانون التالي: يمين فوق مع عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، تحت عكس عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، ثم يمين فوق مع عقارب الساعة، يمين تحت عكس عقارب الساعة. لاحظ أتت. ننتقل إلى تعديل ألوان هذا الطابق. عندي هذه عدلة، أخضر أخضر، هنا المفترض أخضر، هذا أخضر، هذه القطعة المفترض هي هنا، تمام؟ هذه القطعة اللي فيها أخضر المفترض هي هنا، هذه أجيبها، هذه القطعة لازم أغير مكانها. إذا أبغى أغير مكانها راح أضطر لكسر اللي سويناه هذا، هذه أنزلها تحت. الآن أحركها، لاحظ بهذا الشكل انكسر هذا. الآن أصعده، اللي فيه أخضر أبغى أبادل بينهما باستخدام القانون: يمين فوق، يمين فوق عكس عقارب الساعة، ثم يمين فوق عكس عقارب الساعة، ثم تحت عكس عقارب الساعة. الآن يمين فوق عكس عقارب الساعة وتحت، ثم يمين فوق مع عقارب الساعة، ثم ماذا؟ يمين تحت مع عقارب الساعة. لاحظ بدلت بين القطعتين. الآن عندي هذه فيها برتقالي وهذه فيها برتقالي، أبقى أدمج بينهما. هذه القطعة وأيضا هذه القطعة، هذه اللي فيها برتقالي أبقاها تأتي هنا. البداية أبدل الثنتين ثم أبدل بين الثنتين، تمام؟ يمين فوق مع عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة. لاحظ هكذا أتت هذه، تمام؟ لكن أبغى أحافظ على اللي تحت. أكمل القانون: تحت عكس عقارب الساعة، يمين فوق عكس عقارب الساعة، يمين تحت مع عقارب الساعة، يمين تحت. لاحظ الآن أبدل بين القطعتين هذه وهذه، أنا أبغى أحافظ على اللي تحت.
يمين فوق مع عقارب الساعة يمين فوق عكس عقارب الساعة ثم يمين فوق عكس عقارب الساعة تحت عكس عقارب الساعة الآن يمين فوق عكس عقارب الساعة يمين فوق مع عقارب الساعة يمين تحت عكس عقارب الساعة لاحظ يا سلام عندي الآن الأصفر الأصفر عدل لكن هذه تبقى قلب كيف أقلبها؟ بما أن هذا معدل راح أقلب هذه ويمكن تتعدل هذه أيضا في نفس الوقت أحاول هذه القطعتين أضعهما في الأعلى أنقلهما في البداية في الأعلى هنا الآن أزرق أخضر أزرق أخضر أبقى أقلب هذه أضع هذه هنا من الجهة اليمين أنقلها الشمال الآن أقلب هذه أجيب هذه هنا الآن أرجع هذه لاحظ أخضر أخضر أزرق أزرق حلو بقيت آخر قطعتين تبادل آخر قطعتين يمين فوق مع عقارب الساعة يمين فوق عكس عقارب الساعة ثم يمين فوق عكس عقارب الساعة تحت عكس عقارب الساعة الآن يمين فوق عكس عقارب الساعة يمين فوق مع عقارب الساعة ثم يمين تحت مع عقارب الساعة يا سلام وبهذا الشكل تم حل هذا المجسم الجميل الممتع الرائع شكرا لكم أصدقائي الكرام على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته